السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة هوريكم الكتب، كتاب الأضواء وكتاب الأضواء عربي وحساب. كذا حد كان عايز يشوفه، كان بيسأل عليه، أنا جبته من النهاردة وحبيت أصورهم وأوريهم لكم. ده الأضواء عربي، ده هو الكتاب الأضواء العربي، عبارة عن جزئين، جزء الملحق الخاص بمعاني الكلمات، ده الكتاب الأصلي، كتاب اللي فيه المنهج نفسه، وده الجزء الملحق الخاص بيه، ملحق الأنشطة. أنا هوريكم محتويات الكتاب من جوه، كل كتاب، بس أنا بوريكم بس الشكل العام من بره. أهو ملحق الأنشطة، وده الظهر بتاع الكتاب. نشوف الكتاب الأصلي الأول، الكتاب أهو من جوه، نفتحه. اول حاجه دي تدريبات، من اول صفحه، اول مره افتح الكتاب معاكم، نفتحه مع بعض كده، لسه بفتحه اول مره. دي تدريبات على السنه اللي فاتت، سنه اولى، نراجعها مع بعض مع اولادنا كده، نراجعها مراجعه سريعه كده اللي نسيوا، نفكرهم. كل دي مراجعة اهي، دي مراجعة، ده اول، دي مسابقة القراءة، اول درس اللي هو في قصة الاستماع، يوم في حياتي. زي ما قلنا دي قصة الاستماع، يوم في حياتي، اول قصة اهي، القصة اهي، مسابقة القراءة، قصة الاستماع، ودي تدريبات عليها كلها، كل دي أنشطة وتدريبات. أنا بجيب كده ايه مع بعض، بنشوف مع بعض كده مع بعض. ده أول درس أنا أستطيع، أول درس أهو، ده دليل الأضواء، وده دي ملاحظات على الدرس، دي أنشطة بقى وتدريبات على الدرس اهي كلها، كل دي أنشطة وتدريبات على الدرس، تمام. وبرضو يعني احنا بعد ما خلصنا الدرس، يعني خلاص كده الدرس خلص، ندخل بقى ايه في اللي هنا، في الملحق الخاص بالكتاب نفسه. في بقى الملحق ده، تعالوا نشوف مع بعض. ده حاجة جديدة السنة دي معمولة، دي تدريبات على الدرس الأول اللي هي قصة الاستماع اللي هي مسابقة القراءة، دي تدريبات اهي كلها، دي تدريبات الأضواء، ده درس أنا أستطيع. مقسم بقى الدرس بطريقة لذيذة حلوة قوي، الكلمة معناها، المفرد والجمع، والجمع والمفرد، والكلمة وعكسها، كل حاجة كاتبها لنا مع بعض. وهنا كاتب لنا الأساليب والتراكيب اللي هو الفعل، لو في فعل ماضي، لو في حرف مشدد، لو في تنوين، لو في كل الأفعال. مقسم مطلع لنا برضو من القصة من الدرس، دي تدريبات على الدرس اهي في الملحق، برضو في تدريبات تانية غير في الكتاب الحقيقي الأصلي، ودي تدريبات تاني، كل دي تدريبات اهي. لا ده خلاص كده خلص الدرس، ده الدرس التاني، توماس إديسون. بس ده كتاب الأضواء، ده كتاب الأضواء العربي، تمام. كتاب جزئين عشان محدش يروح يجيب جزء واحد يضحكوا عليه، ده الجزء التاني ده مجانا مع الكتاب. في ايه تاني؟ كتاب الرياضيات، الحساب او الرياضيات برضو، بس ده جزء واحد مش جزئين. الكتاب سعره كام؟ سعره 37 جنيه اهو. تعالى نشوف مع بعض كده الكتاب من جوه، برضو لسه جايباه جديد، لسه بفتحه مع بنفتحه مع بعض كده اول مره. اهو ده الفصل الاول، محتويات الفصل الاول اهو. ندخل بقى الكتاب، تمثيل البياني بالاعمده. بس الكتاب ده فيه عيب، ان هو مش عامل لنا مراجعه زي الكتب التانية الخارجيه التانيه. الكتب الخارجيه التانيه عامله لنا مراجعه على السنه اللي فاتت او المنهج، الحاجات القديمه، عشان لما يجي الطفل يدخل على المنهج الجديد يبقى فاكر. هو ده مش عامل لنا مراجعه، داخل على طول على المنهج، ده عيبه. بس هو الكتاب عامه الاضواء معروف يعني، حلو قوي، شرحه حلو قوي، التدريبات اللي فيه جميله، بس كل حاجه ليها مزايا وعيوب طبعا. اهو الدرس التاني،
في بقى تدريبات كتير قوي نعمل مع بعض كده. ده كتاب الاضواء، ده الحساب جزء واحد، وده العربي زي ما قلنا. بس انا كده خلصت الفيديو. لو حد عنده اي استفسار او عايزني اصور له الكتاب او صفحات معينه من الكتاب او تدريبات معينه يبعت لي على الفيديو نفسه على القناه في على التعليق على الفيديو، ويقول لي انا عايز صفحه كذا او عايز تدريب كذا وانا اصوره له. لو حد عايز اي موضوع او اي درس اشرحه له انزله له على طول. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.